فاطمة سيدة تنحدر من مدينة مراكش. اكتشفت مرض ابنها الرضيع بعد 4 أشهر من ولادته، حيث لازمه اصفرار كبير على مستوى الوجه والعينين وانتفاخ على مستوى البطن، لتكتشف فيما بعد أنه بحاجة إلى عملية مستعجلة لزراعة الكبد. اكتشفنا دايوغ لا مالادي احتاجت اون ريكتوراجي، حيت فاش كيوقع فحال هكا كي الدم كيرجع سائل بزاف بسبب هاد لا مالادي فاش ما كتكتشفش بكري. من بعد ما جات لي موراجي ديك الساعه درنا لوبيراسيون الاولى، وبقينا كنتسناو اسبيرون ان ديك لا تريزي تكون غير في لي فوا اكسترا هيباتيك. مالوروزمون لقيناهم باللي حتى لي فوا اللي لداخل ديال لو فوا حتى هما ما خدامينش. فمن بعد بعام كان خاصنا صافي عرفنا باللي بدات لا سيروز، وخاص الحل الوحيد هو يدير لا غريف هيباتيك. بدينا كنقلبوا ديك الساعه في المغرب. صافي جينا سبتمبر 2022، جينا درنا دوك لي زاناليز اللي قبل من لوبيراسيون، درنا لي بيوبسي، درنا داكشي كامل اللي خاص يدار. فاش كان الوليد بخي درنا ديك الساعه لوبيراسيون، كان في العمر ديالو عام وخمس شهور، والحمد لله دابا يل فاميو. ما كانش ساهله لا عليه في هذاك لاج، لا علينا انا والاب ديالو، حيت ما ماشي ساهل طون بيبي يدخل يدير اوبيراسيون في هاد الساعه ديال السوايع، وسورتو في هذاك لاج كتكون خايف عليه بزاف. تعتمد مستشفيات أجي بازم بتركيا على 10 مراكز طبية لزراعة الأعضاء وتجهيزات جراحية دقيقة حققت من خلالها أرقاما مهمة في نسب نجاح العمليات، مما جعلها الوجهة الأكثر استقبالا للمرضى المحتاجين لعمليات زراعة نخاع العظام وعمليات زراعة الكبد وزراعة الكلي. عندهم بعض الآلات ديال التشخيص اللي حديثة جدا ومتطورة، بحيث عندهم بعض الآلات اللي كاينين يمكن على ما حسب المعلومات اللي عطاونا كاينين مثلا 3 في العالم، لأن هاد المجموعة ديال أجي بادم على حسب المعلومات اللي عطاونا كيشتغلوا مع شراكة مع المنظمات الكبيرة اللي كيديروا الأجهزة ديال الفحص، وكياخذوهم بصفة مجانية باش كيديروا فيهم التجارب ويعطيو النظره ديالهم على هذه الاجهزه والدقه ديالها. اذا كاينين اجهزه ما كايناش كاع متوفره للبيع لاي مستشفى، وكتكون هنايا عندهم بشراكه مع المنتجين ديالها. احنا في اطار التعامل والتشارك ولا المعامله مع هاد الاطباء ديال تركيا، تنتمنى ان شاء الله ان يكون واحد التبادل كبير باش يستفدوا أكبر عدد ممكن من المرضى والأطفال بصفة خاصة من هذا النوع ديال العملية، لأنه عندنا واحد العدد ديال الأطفال اللي محتاجين هذه العملية، ومع الأسف مازال ما وصلناش للمستوى أننا نقوم بهذه العمليات في المغرب. كان كاينة محاولات بدات، ولكن مازال ما وصلنا للمستوى أننا نقوم بهذه العملية بصفة يعني نسبيا سهلة ولا عادية. فبالإضافة إلى عدة عوامل ساهمت في استقطاب المرضى المغاربة لمستشفيات أجي بادم في السنتين الأخيرتين، ساهمت عملية تطوير المختبرات العلمية للمجموعة الطبية المذكورة في خفض تكاليف عمليات نقل الأعضاء إلى ما يقارب 40% مقارنة مع أسعار الخدمات المقدمة بالمستشفيات الأوروبية. عملية نقل الكبد كتروح الميزانية ديالها بين 50 أو 55 ألف أورو، يعني 55 مليون مغربية. لكن ملي كنكون متعاملين مع جمعيات كتحاول تساعد المرضى في جمع هذه المبالغ من أجل السفر والعلاج في تركيا، فأكيد كان نخفضوا لحد أدنى هاد المبالغ هذه. فالهدف طبعا هو علاج المريض والتعاون مع الجمعيات اللي هي كتسهر على علاج المرضى اللي ما عندهمش الإمكانيات أنهم يوفروا ثمن هاد العلاج. احنا ماذا بينا نشتغلوا مع وزارة الصحة المغربية، مع المستشفيات العمومية المغربية، مع كليات الطب المتواجدة في المغرب. عندنا شراكات مع دول عديدة، وكنتمنى أن المغرب حتى هو يضاف لهذه اللائحة هذه.
لأن المنظومة الصحية في تركيا تغيرت في ظرف 20 سنة بفضل بعض القوانين اللي سمحت للقطاع الخاص أنه يطور مختبرات، يقتني التكنولوجيا الطبية الحديثة اللي حاليا ما متواجدش في جميع دول العالم. حتى في الدول المتقدمة كنلقاو أن بعض الأجهزة غير متوفرة، لكنها اليوم متوفرة في تركيا لأن القطاع الخاص دخل هذا المجال هذا. وبعد جائحة كورونا تبين أن الصحة من الأولويات المهمة لأي دولة لأي منظومة، كانت سواء حكومية أو لا خاصة. فتواجد مختبرات كتقوم بالبحث العلمي وتواجد تكنولوجيا طبية من أحدث ما يوجد في العالم والخبرة الطبية المتراكمة كتساعد على الحصول على معدلات نجاح عالية. فكيبقى هذاك الثمن مقابل مع هذا حدود العلاج وفرص العلاج مناسب بالنسبة للمريض المغربي. فكل حالة طبعا يتم الاعتناء بها على حدة وكيتم التفاوض معها على حدة، لأن حالة ما كتشبهش حالة وما يمكنش نحطوا الناس كلهم في نفس الخالة. فالأمراض اللي كتتوصلنا للنقل ديال العضو كتختلف من حيث الخطورة ومن حيث السن ديال الشخص، من ناحية التاريخ الصحي دياله. فممكن نتواصلوا ونتكلموا على كل حالة على حدة. من بعد يمشيوا لي ماشين دو تريتمون بعد ما يبلانيفيو لو تريتمون.